مرحبا، اليوم بدنا نرسم معاكم هاي رسمة بالووتر كولرز. يلا نبلش. أول إشي بدنا نخوض محل بلانت، بعدين بدنا نخوض هذا الهاوس. فوق بيجي زي تريانجل، وطبعا روف جاهز. دائرة، جوا دائرة صغيرة، نقسم على الأربعة. باب ما بدنا نمرة كبيرة، نعمل لايك ويندو، اوكي. هلا بدنا نعمل كرسي، كرسي قدامه، في باترن على الكرسي، عشان هيك ممكن تعملوا زي انتو بتحبوا الباترن. ستاند بكون تاني، لاين تاني، هاي بكون كرسي جاهز. اوكي، ورا في صور زي فانز. هلا حالك نخوض قلم، قلم طبعا تقدروا ترسموا ايش ما بتحبوا، ايش ما بدكوا ترسموا على القلم. في هون جهة تانية للصور نازلة طبعا لتحت. اوكي، هلا هون نقدر ورا نرسم بحر. طبعا بحر بس معمول عشان نبين شكل، ممكن ورا في سفينة. السفينة نعمل شكل أسهل إشي، كيف السفينة واحدة كمان صغيرة، هاي بكون بعيدة بعيدة كتير. يلا خلينا نبلش نلون. أول إشي بدنا نعمل سكاي، ممكن نرسم شكل كلاودز. ما بدنا نلون سما كاملة، بس نعمل شكل clouds. من كل جهات عشان clouds يصيروا مش تقال، نحط عليهم تيشيو، بصير لون كتير خفيف.
نحط طبعا مناطق للسكاي وين انتو شايفين مناسب، بس ما تكتروا. يا جوا كمان ممكن في شي هون خفيف، بس هالي دال سبيس ابيض احلى، وبطلع رسمة حقيقية اكتر. هلا ممكن نوزع شوي لون بالماي بدون اي لون على البراش، بس بالماي. امتى بتسيبوه بصير هو لحاله شوي باللون. اوكي هلا باخر، باخر بنقدر نلون نفس الالوان. نستنى بس تنشف. هلا سكاي نفس اللون باخر، بدنا نلون تراب. سو ساند، ساند باللون اوكر. اذا ما في اوكر بنعمل ميكس يلو والبراون عشان اسوي ساند افكت. بدنا نخبي منطقة بحر ونخوض بالبراش like this one fan brush. بدنا نخوض نوكت، نوكت صغار صغار دروبس بالدارك براون عشان يصير مبين في تحت سان. اوكي بس عملنا نقيم، وممكن كمان نخوض شوي هون على الطرف، ما نكتر، نخوض شوي. هلا نقدر نخوض شيدو تحت هاي كرسي، هذا دارك براون شوي شيدو هون. خلينا نحكي نخيل وين بيجي شمس، نلون كمان صور ونسوي الشدو فينيش. هلا بدنا نعمل، هلا بدنا نساوي هاوس، هون هاوس لون بلو، بس احنا بنقدر نغير. هلا اول اشي بدي اسوي دور جرين وروف جرين. هلا حليت نشف منطقة دور، بدنا نشتغل شوي البوت. سفينة بدها يصير لون براون. هلا بدكم تستخدموا لون جري عشان ديتيلز تحت جري، ريد ريد عشان حالي عالم ريد، والكرسي كمان نعمل ريد باترن. أحلى إذا تعملوا أول إشي على الطرف وبعدين بلشوا إنسايد عشان باترن بصير مبين حلو. طرف نحط كمان ريد لاينز، هي بيطلع واضح. هلا ويندو بدنا نعمل زي لون السما. اذا انتو عملتوا السما
ما بعرف بلو دارك بلو صح، بس رجوه بيندو نفس اللون عشان بصير ويندو زي ميرور. اوكي هلا لايت مش لايت هاوس هو، هذا هاوس بدكم تعملوا لون، اي لون انتو بتحبوا، بتحبوا اصفر بتحبوا اورانج بصير، مش عارفة انا بجابالي اصفر، بحط هلا شوي اصفر يلو ليمون بطلع احلى. كل هاي منطقة بدنا نلونها. هلا بدنا نلون السفينة فوق لون ابيض، بس زي انا حكيت لكم دايما بحكي لكم لازم لون اصفر بيكون موجود كمان محل، مش حلو بس منطقة واحدة. هلا ممكن انا بحط السفينة، خلينا نحكي زي شي لاينز او قلم فلاك، ممكن بحط لون اصفر عشان تصير اصفر كمان موجود بالرسمة، هيك بيطلع احسن واحلى اوضح. هلا بدنا نعمل ويفز، طبعا ويفز على البحر، سفينة بيطلع ريفليكشن مبين وايد. هلا بدنا نعمل ويفز كله هاي منطقة. هلا نعمل هاي خشبة حواليها باب، نلون ألوان أروف عشان اللون بصير أخضر أفتح، من مكان بيكون اللون فوق كتير أفتح، وكمان بدنا نرسم نلون هذا أجل، هذا أجل بدنا نحطه من جهتين أحمر. هلا هلا دارك جراي بدنا نخد شيدو تحت باب تحت ويندو، مش خوالي اجل بس وين بيجي عندكو شيدو بدنا نعمل تحت روف. كم ممكن هذا اللاينز كمان إذا حابين تعملوا بالماركر نعمل شوي تاج بالماركر. بالماركر بدنا نقدر نعمل مش كل إشي، مش تريسينج كل إشي بس شي بسيطة. طبعا احسن اذا بستنوا تنشف، بس تنشف ماركر تنشف الوان، بصير تمشي ماركر احسن ورسمة ما بتهرب. بس بدي احط لاين لون ابيض هون نخبي داو. هيك رسمة تقريبا جاهزة، رسمة جاهزة. See you next time. Bye bye.